نظر مختلف، وجهة نظر اللجنة الحالية اللي هي لجنة مستر فيتور بريرا. معانا كابتن محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام. وكابتن محمد فاروق طبعا، كابتن محمد ازي حضرتك؟ كابتن اسلام ازي حضرتك؟ حكم لي ماتشات كتيرة برضه حبيبي يا كابتن، وبسلم على كابتن نصر عباس والكابتن عصام شرفور والكابتن عادل عبد الرحمن والكابتن ايمن. منورنا يا كابتن محمد، منورين الدنيا كلها يا كابتن. وطبعا بنشكر مستر فيتور بريرا اللي هو يعني وافق على او رحب بمداخله كابتن محمد فاروق معانا. كابتن محمد، الحقيقه خليني ابدا مع حضرتك وسؤال، ان طبعا كان معانا من شويه مستر كلاتنبرج، فخليني اسال حضرتك في البدايه، كيف تقيم اداء الحكام في الموسم الماضي بعد توليك المسؤوليه، وكيف ترى التعاون مع فيتور بريرا؟ لا يعني انا قيم الحكام الموسم الماضي كابتن المستوى يعني انا قايم وكان جيد جدا، بصرف النظر ان كان في اخطاء في بعض المباريات، لكن تعال نشوف التحكيم المصري الموسم اللي فات. اولا الدوري التونسي اغلب الماتشات الصعبه الحكام المصريين اداروا هذه المباريات، حكم من عندنا راح كاس العالم، راحوا البطوله العربيه، حكم ادار نهائي بطوله افريقيا، لعبنا ثلاث ماتشات، ماتش في الدوري وماتش في الكاس وماتش في السوبر بحكام مصريين. كل دي انجازات عملها التحكيم المصري الفتره السابقه، ولكن يعني ما شفناش مثلا او شفنا اخطاء كثيره جدا. انا لسه كنت بتكلم يا كابتن محمد، وانا مش عايزين نبقى قاسيين، ولكن انا كنت لسه بتكلم على مثلا الدوري الانجليزي. الدوري الانجليزي انا شفت لعبه اتكررت ثلاث مرات في ثلاث ماتشات مختلفه ولم يتم احتسابها ركله جزاء، اللي هي لا الباك ليفت مثلا بيوصل لخط المرمى وبيحاول يعمل الباك باس، فالمدافع بينزل عليه تاكلينج فايده بتبقى جنبه، فالكره بتيجي في ايده مباشره وهي على الارض، فالحكم لا ينظر ليها ان هي ركله جزاء. اللي هنا اقصده ايه يا كابتن؟ انه المعايير واحده في كل المباريات. يعني انا شفت ثلاث مباريات في الدوري الانجليزي، وبالمناسبه كانوا الاسبوع ده فيهم نفس اللعبه، فاحنا ما بنشوفش ده ليه في الدوري المصري؟ عندنا حكام طبعا راحوا تونس وراحوا كذا وراحوا كذا وراحوا كذا، ولكن انا يهمني الاول احنا ليه بنرى مثل هذه الاخطاء في الدوري المصري؟ لا كابتن، زي ما قلت لحضرتك ان الحكام اللي نجحوا في المحافل الدوليه دي كلها اكيد هينجحوا في الدوري المصري، لكن في بعض الحكام صغار السن، وده اللي احنا اشتغلنا عليه الفترات السابقه، وانا كنت يمكن قعدت شهرين قائم بعمل رئيس اللجنه. أيوه. وعملت معسكرين وقدرت اطلع في خلال هذه الفتره حوالي من 18 ل 20 حكم لا يتعدوا 30 سنه. ايوه طبعا الحكام محتاجين زي لعيب الكوره بالظبط، لما تيجي تلعبه اكيد بيبقى عنده اخطاء، لكن مع الوقت يكتسب الخبرات. انا بقول لك ان احنا عندنا ذخيره كويسه جدا من حكام صغار السن هيكونوا موجودين في الدوري الممتاز سواء الف او المحترفين، وهتشوف اسامي جديده جدا في طريقهم فعلا ان هم يكونوا على نفس مستوى الحكام الكبار اللي بيشرفونا في المحافل الدوليه. كابتن فاروق، طب معلش خليني اقول لك واقعه واضحه ان حصلت قبل كده مثلا، يعني مش هقول اسماء، ولكن هي واقعه واضحه جدا حصلت مع النادي الاهلي، حد خد فيها بعد المباراه ما انتهت انذار او طرد، وكان قبل مباراه الزمالك، وحضرتك تعلم هذا الامر. ثم نفس اللعبه بالظبط حصلت في مباراه اخرى ولم يحدث اي شيء. انا هنا لا اقصد الحكم، ولكن نفس الموضوع اللي بسال حضرتك عليه، هو هي لو المعايير واحده يا كابتن صدقني ما حدش كان هيقدر يتكلم. اكيد يا كابتن متفق معاك طبعا، لو المعايير واحده، وده اللي احنا بنشتغل على الفتره دي على فكره، يمكن احنا قدمنا الفوج الثاني من المعسكر الثاني، يمكن شغالين في الملعب بنطبق كل اللي انت بتقوله دلوقتي، تكون المعايير واحده وموجوده عشان لما الحكم يحسب ثاني اسبوع الحكم يحسب بنفس المعايير، وده اللي احنا شغالين عليه الفتره. يمكن من الساعه 7 الصبح احنا في الملعب، كان عندنا عملي وبعد كده محاضرات، يعني بيبقى اليوم طويل جدا بنشتغل على المعايير اللي انت بتتكلم عليها دي، عشان عايزين الحكم اللي يحسب النهارده هو اللي يحسب بكره نفس المعيار واحد ونفس القرار واحد، واللي احنا بندور عليه خلال الفتره القادمه ان شاء الله. طيب خلينا نروح للقضية الأشمل، حضراتكم كلجنة حكام، يعني احنا طبعا ممكن هنا في البيت الكبير أو مش ممكن، أكيد بننتقد أداء الحكام في بعض المباريات، ولكن في النهاية لما يكون الحكام متأخر لهم مبالغ كبيرة وكثيرة بنكون معاهم. فعايز أسأل حضرتك، محتاجين إيه ممكن ندوس عليه الفترة اللي جاية أو نكرره الفترة اللي جاية من خلال الإعلام، علشان يبقى عندنا تحكيم يستفيد منه ال 18 نادي، مش نادي واحد، ال 18 نادي؟ طبعا يا كابتن محتاجين شغل كبير برضه الفتره اللي جايه. طبعا انا يعني زي ما بندور على في حكام زي انت بتقول في انجلترا، لازم الحكام برضه تاخد حقوقها، مش حقوقها الماديه بس يا كابتن، لان برضه الناس بتنصب على كل حاجه الفلوس، لا
في حقوق يعني في حقوق معنويه موجودة، يكون في دعم للتحكيم المصري موجود هنا، ده مش بنلاقيه موجود برضه في اغلب الفترات. خلينا نكلمك بمنتهى الامانه، ده اللي احنا محتاجينه الفتره اللي جايه، يكون في دعم بجانب الدعم المادي الدعم المعنوي. لازم الحكام يكونوا يحسوا ان هم مدعومين، مدعومين من الاتحاد، مدعومين من اعلامهم، لان الحكام المصريين هم في الاخر مصريين. الدوري المصري لما ينجح هينجح بالتحكيم المصري، مفيش تحكيم بدون، مفيش مسابقه هتنجح بدون تحكيم، مفيش منتخب هيوصل بدون تحكيم عادل موجود. ده اللي احنا محتاجينه الفتره اللي جايه، محتاجين برضه مجلس اداره الاتحاد برضه زي ما انا شفت الفترات السابقه او بداوا دلوقتي واقفين مع التحكيم بمنتهى القوه، يحسوا ان في داعم موجود سواء مجلس الاداره او الاعلام، وده اللي احنا ان شاء الله منتظرينه منكم الموسم القادم ان شاء الله. كابتن محمد، اللي فكره تصنيف الحكام 30 حكم في الدوري الممتاز ده كان في حديث مستر بيريرا مع كابتن سيف، عايز اسالك عن هل سيتم تطبيق هذا الفكر خلال الفتره اللي جايه ولا لا؟ يتم تطبيق هذا الفكر، هيكون موجود عدد معين في الدوري الممتاز وكذلك برضه دوري المحترفين وكذلك في القسم الثالث، لان احنا عندنا 6 مستويات، 3 هيلعبوا في يعني 7 اللجنه الرئيسيه و3 يلعبوا مع المناطق، بحيث ان احنا بندور على الحكم يلعب ماتشات كبيره، لان برضه بينه وبينك لما تيجي تلعب حكم يلعب ماتش او 2 لسه كنا بنتكلم صح، مش هتدور على الحكم، فين خبرات وفين اللي انت اكتسبته، لكن لما يلعب عدد كبير يقدر يكتسب خبرات ويبقى عندك حكام، وده اللي احنا بندور حكام صغار السن، اللي احنا بندور يكون عندنا حكام في كاس العالم او يكون على الاقل موجود حكم ومساعد او طاقم كامل لو قدرنا يكون موجودين في كاس العالم اللي جاي ان شاء الله. كابتن محمد، قبل بس ما حضرتك تسال يا كابتن ناصر هسيب حضراتكم تسالوا، ولكن كابتن محمد كان هناك هجوم شديد على بيريرا بعد اللقاء اللي عمله، يعني مش عايز اتكلم برضو على اسم معين، كان اتكلم على وعمل عليه هجوم شديد جدا، رايك في هذا الامر ايه؟ طبعا احنا حتى لو اختلفنا مع بعض في الاخر احنا عايزين التحكيم ينجح، ينجح مصر بيريرا، ينجح اي حد موجود، لان في الاول وفي الاخر انت بتدور على التحكيم المصري ينجح ازاي. مش يعني زي ما قلت قبل كده، حتى لما كان مستر مارك موجود وقلت ان احنا مع التحكيم مع مستر مارك، سواء مستر مارك اي حد موجود، لان احنا لا نبتغي الا نجاح التحكيم المصري، سواء احنا موجودين او مش موجودين، ده اللي احنا بندور عليه الفتره القادمه ان شاء الله. كابتن ناصر اتفضل. كابتن فاروق، تحياتي ليك طبعا وبشكرك على مداخلتك الجميله وربنا يوفقكم كلجنه، ولكن سؤال يا كابتن فاروق، 30 حكم من الدوري الممتاز، في حكام زي ما حضرتك عارف حكام دوليين بيسافروا يلعبوا مباريات بره، يعني عندنا 3 اطقم بيبقى فيه مثلا 6 أو 7 مسافرين. 30 حكم في الدوري الممتاز يا فاروق، ممكن يبقى حكم يعني مش موفق هيتوقف او هيركن او كده، انت شايف ال 30 حكم يقدروا ان هم يديروا مسابقه على الرغم ان ممكن يبقى فيه اخفاق من حكم او 2 او في حكام مسافر بره، هل ممكن نزيد العدد من 30 ل 35 ل 40، ولا هو فيتور حدد 30 حكم لاداره الدوري الممتاز كذلك في دوري المحترفين؟ كابتن ما تنساش ان عندنا 6 حكام في موجودين معاهم رخصه حكم الملعب موجودين في المحترفين، دول من حقهم ان هم يطلعوا حكموا في الدوري الممتاز. طب يا كابتن فاروق، اللي هو يعني 30 زائد 6 معلش 30 زائد 6 اوكي، اللي مش هيتوفق في الدوري الممتاز، يعني لو انت النهارده حكم اخطا العقاب بيبقى ازاي؟ هل بتنزله تحت ولا بتجنبه ولا بيبقى ايه الوضع بالنسبه له؟ لا احنا ممكن بيتجنب المشاركه في القسم الاول، لكن بيبقى موجود في القسم الثاني، لان انت ما تقدرش تقعده وما يلعبش عشان لما تيجي تحتاجه يكون عنده حساسيه الماتشات. صح بالظبط صح. هل ممكن من حكام المحترفين تصعد في نفس الموسم حكام يديروا في الدوري الممتاز ولا ده صعب؟ لا اللي هيصعدك طبعا يكون معاه رخصه، لان انت عارف برضه احنا بيحكمنا يكون معاه رخصه. 6 بس زائد 30 فده اللي احنا بندور عليه، لكن لغايه دلوقتي انا معايا 5 6 كوبا محترفين معاهم الرخصه. اتمنى ان شاء الله الفتره الجايه ان احنا ندي حكام صغار السن على الاقل الناس المتميزه منهم دي رخصات عشان يكونوا بديل على طول للموسم اللي طيب. لو ما لعبوش حتى الموسم ده يلعبوا الموسم اللي بعده على طول الدوري الممتاز. كابتن فاروق معلش برضه ده سؤال انا ما اعرفش هل بس هساله لحضرتك. انا كنت بشوف ان مارك كلاتنبرج لما كان بيطلع يتكلم على بعض الحالات الجدليه ويعمل فيديو ويسمعنا ايه اللي بيحصل ما بين حكم الفار وحكم الميدان انا كنت ببقى مستريح. انا كراجل اهلاوي مثلا قاعد بتفرج على ماتش اهلي وزمالك مثلا، فسمعت الحاله وسمعت ايه اللي بيتقال من كابتن ناصر لكابتن فاروق في الفار والملعب فاستريحت خلاص؟ تمام. لماذا لا يتكرر هذا الامر من بعد يعني لك مطلق الحريه في الاجابه على هذا السؤال، ولكن لا 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 محتاج اسال لانه كان موضوع
اعتقد ان هو كان مريح ناس كتير. هو كان مريح ناس كتير، بس برضه خلي بالك اللي كان فيه هجوم برضه من بعض الناس على هذا الموضوع، اللي في ناس كده بدات تقول ان هم بيجيبوا حالات معينه وفي حالات ما بتجيش، وكان برضه في نقص في هذا الموضوع. صحيح. لكن انا بقول ان هو بتبقى طريقه، او مثلا بتبقى مثلا المدير الفني الموجود في لجنه الحكام كل واحد بيبقى مثلا ليه طريقه معينه. ممكن مستر مارك ممكن مستر بيريرا ما يكونش مثلا بيحبذ الطريقه دي بالظبط. لكن احنا ما عندناش مشكله سواء الموضوع يكون موجود او مش موجود. هرجع برضه للنقطه اللي احنا عايزين بالتحكيم المصري. تمام كابتن عادل، لو عايز تقول حاجه. يعني انا كنت عايز اقول للكابتن فاروق، يعني انا بثق في الحكام المصريين جدا، ولاني انا شفت حكام ويمكن اشتغلت قدام حكام كتير اجانب مستواهم زي مستوى الحكام المصريين، بس انا ارجو حاجتين بس يا كابتن فاروق. اتفضل يا كابتن عادل. تعلمهم للحكام عندنا، رقم واحد ما يتاثرش بلوم فالنا، دي حاجه مهمه جدا. رقم اتنين ما يتاثرش باجواء وفرقه، مثلا احنا شفنا حكام كتير قوي لما بيبقى الفرقه كسبانه 6-0 وجالها بنالتي ممكن يحسب البنالتي، لكن احنا في مصر عندنا حته التعاطف مع الضعيف شويه ومع المغلوب اكتر. الحاجات دي يا ريت دي تحطها في الحسبان، ويا ريت تحطوا في الحسبان ان كنتوا تعملوا دخل كويس للحكام وترفعوا الاجر بتاعهم. لو عملتوا الحاجات دي كلها الاربع خمس حاجات دي افتكر ان حكامنا بخير، ولانه كلهم فنيا يعني معظمهم، مش هقول كلهم، معظمهم حكام جيدين جدا، حكام كويسين. لو تخلوا عن الحاجات دي اقدر اقول لك ان شاء الله التحكيم بتاعنا يبقى بخير. يعني اكيد يا كابتن عادل طبعا كلام محترم من حضرتك طبعا، لان ما دام انت حكم باسم اسماء ربنا فبتدور على العداله. كابتن فاروق بس كلام. الو اتفضل يا كابتن. اتفضل يا كابتن. طبعا هتدور على العداله، العداله دي انت اللي تشوفه تحسبه. مفيش فرق ما بين فريق كبير وفريق صغير، مفيش فرق كسبان 5 وكسبان 6، لا طبعا ده اللي احنا بنشتغل عليه، وهم الحكام عارفين كده ان الموسم ده هيكون موسم مختلف ان شاء الله عن كل المواسم. يا رب ان شاء الله. ايمن النقطة الأولى. النقطة الثانية طبعا طبعا أنا معاك في التحكيم وحضرتك مصر بريرة، إن في زيادات للحكام، ده طبعا لازم يكون في مقابل يتساوى. طبعا أنت بتلعب دوري بالملايين. طبعا لازم برضه الحكم يكون برضه يعني على الاقل حتى لو زادت الفتره دي حتى لو مش مبلغ كبير يكون يحس برضه ان في زياده موجوده للحكام على مدار السنوات اللي جايه ان شاء الله. الفلوس بتاعت الحكام بتاعت السنه اللي فاتت المبلغ الكبير ده اتدفع يا كابتن فاروق ولا لسه؟ يمكن النهارده كان الاستاذ وليد العطار موجود، والنهارده وعد خلال الاسبوع ال 10 ايام هتكون فلوس الرابطه اللي هي ما اتصرفتش موجوده، وفلوس الدوري الممتاز هتتصرف، وقال ان مع بدايه الموسم مش هيبقى في حكم ليه اي 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 اي. يا ريت يا ريت. النهارده صرح فيه، النهارده كان في اجتماع مع حكام النخبه، كان وليد العطار موجود وصرح بهذا الكلام، وقال ان شاء الله مش هتبقى فلوس متاخره هذا الموسم ان شاء الله. كابتن ايمن جلبرتو هيسال حضرتك برضو، اتفضل. كابتن محمد فاروق، يعني بعيدا عن الفنيات، هل ممكن نشوف او ليه ما بيتعملش مثلا للحكام زي دورات تثقيفيه تخص مثلا اللغه، تخص التعامل ازاي التعامل مع المباريات، حاجات برضو نفسيه مع الحكم، ان انت مثلا لو مباراه فيها ضغط ازاي انت ممكن تتعامل معاها، ازاي اسلوبك في الملعب، طب ازاي تحتوي غضب لاعب، طب ازاي لو اجواء مباراه معينه انت ازاي تسيطر عليها. هل الحكام في مصر مش محتاجين فكره ان هم يبقى عندهم ثقافه معينه ان هي تخليهم ان احنا بدل ما احنا كل مره بنتكلم في ان الحكام محتاجين مستحقات او الحكام محتاجين تدريب فني، لا، هل هم كمان محتاجين تدريب في ان هم ازاي يتعاملوا مع بعض الاجواء؟ يعني بنشوف مثلا بعض الحكام ممكن انفعالاته ممكن تبقى زياده قوي في الماتش، حكام تانية بتلجا ان هو ممكن اداؤه تحسه فيه نوع من التمثيل شويه، ان هو في شو شويه في الاداء. هل ما فيش ان زي ما بنتكلم على الفنيات لا نتكلم على الامور دي؟ حاجه تانية واخيره، فكره الفار في مصر بنسمع كتير عن ان تاجير العربيه بتاعت الفار او مثلا المباراه الواحده بتكلف الاف الدولارات. طب مع احترامي لما الفار نفسه بيكلف 3 او 4000 دولار واحنا مش قادرين نستفيد منه بالجوده الكويسه، والحكام نفسها مش قادره تتعلم منه، بنشوف كابتن عادل قال حاجه مهمه، بنشوف نفس الزاويه، يعني احنا النهارده في الملعب ازاي انا في التلفزيون اشوف نفس زاويه الحكم، طب هو منين النهارده هياخد القرار؟ وحاجه اخيره، اللغه اللي بين الحكام والفار، هل يعني بنشوف برضه في ماتشات كتير نحس ان كانهم
مش مع بعض، مش بالبلدي كده مش ملنكين مع بعض، ما كل واحد في دنيا يستدعوه لحالات معينه وحالات تانية تلاقي ان هي المفروض الحكم يتم استدعائه فيها ما بيستدعوه. هل كل الحاجات دي ممكن نشوف يعني ازاي لجنه الحكام تقدر توفرها عشان خاطر نشوف، مش هنشوف عداله كامله بنسبه 100% ولكن على الاقل نسبه الاخطاء والاخطاء اللي هي كريتيكال الاخطاء الكبيره تقل. والله يا كابتن ايمن لو قلت لك بمنتهى الامانه احنا شغالين على الكلام اللي انت بتقوله ده بالظبط في المعسكرات، وده هيبقى موجود طول الموسم، مش هيبقى بقى زي ما كان مثلا بيحصل على فترات بعيده جدا، لا محتاجين ان احنا ان شاء الله طول الموسم اللي جاي ده بنشتغل على الجزء اللي انت قلته ده بالظبط عشان يبقى في توحيد للقرارات. وخليني اقول لك ان رغم كل ده الفار يعني وصل للعداله في كثير كثير جدا من القرارات اللي كانت موجوده السنه دي، وبرضه الفار ما دروش يعني احنا ما عندنا الفار مش من فتره كبيره جدا، لكن مع الوقت ومع التدريبات اللي هنشتغل فيها الموسم ده ان شاء الله هتحس ان في تغيير الموسم ان شاء الله. اخيرا الاستاذ عصام شلتوت برضه عايز يسال حضرتك كابتن محمد، فرصه ان حضرتك معانا يعني. ازيك يا كابتن فاروق؟ موفقين ان شاء الله. يعني اللي انت بتقوله طبعا وانت شخصيه بنحترمها يعني جعلنا ننتظر يعني، لكن امتى يا كابتن نشوف الحكام رايحين في عربيه فان كده وحد معاهم من العلاقات العامه؟ وهذا حق اصيل اعتقد لحكام الدوري الممتاز. حضرتك بتتكلم وعشان الكابتن عادل اتكلم عن الاحتراف والفلوس، زي ما اللعيبه بتروح بباص ومعاهم المدير الاداري بيقوم قايل للناس الامن، امتى ده يطبق وده ما هوش تكلفه ولا فلوس؟ امتى كمان يبقى الحكم في الدوري المصري؟ عشان ما حدش يقول لنا دورينا والكلاسيكو المصري والكلام ده، ها؟ يبقى في الحكم معاه المعدات بتاعته، يبقى الحكم معاه بتاع الرزاز المتناثر ده، وعيب قوي لما حد يقول اصله غالي واصل الحكام يعني اي بديل حتى لو ميه ونشا، بس المهم يبقى عندنا معدات زي كل الناس. امتى نشوف ده يا كابتن؟ بدله شيك وهو رايح علاقات عامه، حد بيقول يا جماعه حكام المباراه وصلوا. هل ده صعب يا كابتن؟ بامانه شديده بامانه يا كابتن، اولا هو مش صعب ولا حاجه، بس هو ده بيطبق في الماتشات اللي مثلا كان اسوان الجونه ده بتبقى فيه اصلا طبعا تذاكر طيران، بيروحوا له عربيه مستنياهم بتوصلهم من الفندق، بتاخدهم من الفندق للملعب وبعدين بترجعهم المطار تاني. ده موجود في الماتشات البعيده زي يعني هو باعتبارهم هناك بيبقى حكام اجانب يعني في الجونه واسوان؟ لا مش حكام اجانب، لا يعني نظرا للمسافه وظروف السفر. يا كابتن كابتن حكام الدوري المصري المسابقه الاكثر عمق، رايح استاد القاهره، رايح اي ملعب، ايه المشكله؟ ما فيهاش مشكلة يا عصام، ما فيهاش مشكلة، أنا معاك إن ده طبعا أسلوب وطريقة محترمة، لكن دايما بتلاقي في القاهرة أغلب الماتشات ممكن تلاقي مثلا حكم جاي مثلا من اسكندرية واثنين من القاهرة مثلا جايب عربيته يا فندم، ما هو يجي يبات لو جاي من اسكندرية يجي يبات في مصر كده في القاهرة يعني بكينونة كده جميلة ويتجمعوا في يطلعوا من مكان واحد يعني من الاتحاد مثلا، حتى اي لا من حاجة. الاتحاد مثلا يعني اقول لك ايه بس يا كابتن فاروق؟ اتفق معاك يا كابتن، وده يعني ممكن نعرضه برضه على مصدر الاتحاد بحيث تبقى صوره كويسه، لكن اللبس لا بيروحوا بزي واحد يا كابتن، سواء مثلا ببدل او بترنجات الاتحاد، ده موجود على قطاع تاني موجود في الطقم بالكامل ترنجات. وحاجه كمان بس اخيره، امنيه يعني حضرتك ولا حد مالوش ذنب فيها، امتى يبقى عندنا حد في لجنة الحكام الأفريقية يعني زي الأعضاء اللي بنسمعهم كوالي كاتا ومحمد مش عارف مين؟ احنا كابتن يعني كان عندنا كابتن عصام موجود لمدة يعني طلع السنة اللي فاتت سنوات، وكان قبله كابتن عصام يعني هو طلع معاش ما يا كابتن ما يعني امتى بقى عندنا علاقة مستمرة؟ احنا الناس اللي أنشأنا الكاف واحنا كنا بنسيب لأهالينا في القارة، وده كان قرار مصري لأهالينا في الغرب والجنوب، كنا بنسيب لهم الرئاسة لكن بيبقى عندنا السكرتير العام والأمين العام والنائب الأول. امتى المناصب دي ترجع؟ ان شاء الله عشان يعني متهالب وفي صعوبة رسام لكل المناصب، لأن انت عندك أفريقيا لازم تبقى ممثلة برضو في يعني مش هينفع لمصر تاخد أربع خمس مناصب وبقية الدول الأفريقية تفيد، لكن لما كان كابتن عصام موجود كان موجود بقوة، كان قبله كابتن عصام صيام، ونعمل ان شاء الله الفتره اللي جايه ان شاء الله. كابتن فاروق اخر سؤال معلش، تشكيل لجنه الحكام وفيتور بريرا، وهل هو ليه راي معين في الاعضاء اللي موجوده معاه او هو رافض بعض الاعضاء
يهمنا جدا ان الراجل يبقى معاه فريق عمل هو اللي بيختاره عشان نقدر نحاسبه ونقول له شغلك ماشي ازاي. لا هو اللي هو صاحب الاختيار الاول يا كابتن، وهو اللي يختار الناس اللي تشتغل معاه، هو مصمم على كده. وده الواقع انا شايفه قدام عينيا. متى يا كابتن فاروق يتم تشكيل لجنه الاعلان عن تشكيل لجنه الحكام امتى يا كابتن فاروق؟ والله يا كابتن هو المفروض النهارده كابتن مستر جريرة كان رايح اسكندريه عشان هو ضمان اداره الاتحاد، اتوقع ان ممكن يتم الاعلان يوم الخميس في اجتماع مجلس اداره الاتحاد. هو اللي هيختار، هو اللي هيختار. هو طبعا هو ده يعني ده خبر رائع برنامج حضرتك يعني هو اللي هيختار الكابتن فاروق والقناه الاهلي. هو اللي هيختار مش معايا في الاختيار ده، ان هو اللي هيختار سيد جمال علام كابتن فاروق. وقال لي انه الرجل سيختار كل فريق عمل اللجنه اللي معاه، وهذا اصرار منه وموافقه جابها له السيد جمال علام على اساس انه كان عايش في مصر. هو قال لك ازاي معاهم، قال لك 15 كابتن ما هو متابع اسمه هنا. هنتكلم في هذا الامر، ولكن كابتن فاروق انا بشكرك جدا 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 على هذه المداخله، ويعني ان شاء الله نشوف موسم رائع للتحكيم المصري مع بدايه الموسم وبعد الحقيقه عدد كبير